يعد سوق المراويعة الواقع بمحافظة الحديدة أحد أهم الأسواق الشعبية. يشهد السوق تراجعا كبيرا في عدد المتسوقين، إذ اضطر كثير من الباعة للتوقف عن العمل بسبب ضعف قدرة المواطنين الشرائية. الباعة يقولون إن ما يبيعونه لا يغطي احتياجاتهم ومصاريفهم، وإنه لم يعد ممكنا تحمل هذا الوضع. أدت الحرب إلى تدهور هذا السوق، حيث كان سوقا للفقراء الذين رمت بهم حرب الميليشيا إلى رصيف البطالة. عادة الحرب إذن هي أن يتضرر منها البسطاء والفقراء. كان هذا السوق يمتلئ أسبوعيا بالآلاف من المتسوقين، واليوم لا يتجاوز أعدادهم المئات. بسبب الظروف الاقتصادية المتردية يتسع شبح الفقر والبطالة كل يوم، ولا يعلم أحد أين سيقف. يتمنى الباعة أن يعود السوق إلى حالته الطبيعية للخلاص من مشاكلهم المادية، لكن الخلاص ليس في متناول أحلامهم التي لم تعد تراودهم كما كانت في السابق.